هنا بسوق البياضة في الدار البيضاء المحادي لشارع لاجيروند، حركة كبيرة يشهدها السوق منذ الصباح الباكر، إقبال كبير على شراء البيض خلال شهر رمضان. البيض اختي هذا العام كاين القبول على البيض، كاين القبول والبيض كاين الفائض ديال البيض. النبول الاولى نهار الاول كان شويه ثمن شويه طالع شويه، ودابا راه كل ساعه تهبط بشويه بشويه. كما لاستهلاك البيض فوائده، الافراط بتناوله له اضرار خطيره على صحه الانسان، فهل المستهلك على علم بما يمكن ان يتسبب فيه استهلاك البيض بشكل مفرط على صحته؟ كيدير كوليسترول، عارفه راه فيه عشق ديال الزيت المح ديالو فيه عشق ديال الزيت. مازال الايام العاديه كنديرو بالبيض سميتو بزيت العود ونفطرو به، اما في رمضان كيجي ثقيل. الاطباء يحذرون من الافراط باستهلاك البيض لاحتوائه على الكوليسترول. خاص المواطن يعرف بان البيض فيه الكوليسترول وفيه تريغليسيريد، الجليسيريد الثلاثيه، هاد الجوج خصوصا في الصفر ديال البيض. فيه ما بين 200 حتى 300 ميلي غرام في البيضه، وحنا الجسم ديالنا تيحتاج هذا هو القدر 300 ميلي غرام. اذا الانسان الا كثر من البيض وخصوصا الكوليسترول كان اخذته عاوتاني من حاجه اخرى، اذا هو زاد نسبه الكوليسترول، وحديث ولا حرج العواقب ديال الكوليسترول ملي تيكونوا طالعين في الدم. الإفراط في تناول البيض يهدد بتصلب الشرايين ويرفع من المضاعفات الصحية للمصابين بأمراض مزمنة. الناس اللي عندهم تصلب الشرايين يعني عندهم الشحمة في الدم ديالهم، دي زاتيغوم يعني الشحمة لاصقة في الجدران ديال تيو اللي كيدوز منه الدم الأحمر والدم الأزرق، هاد الشحمة كتلصق في الجدران وكتنقص لنا من العمليه من الجهد ديال الدوره الدمويه، وبالتالي الناس اللي عندهم الكوليسترول، الناس اللي عندهم تصلب الشرايين الا كلاو البيض بزاف، اذا كتزيد تصلب الشرايين، وبالتالي كدير نوبات تصلب الشرايين في المخ اللي هو لي زاكسيدون فاسكولار سيريبرال، اي زعما تيكون معاك تيدوي حتى كيطيح وتعوج ليه فمو، تيقولوا راه واحد العرق طرطق له في المخ ديالو. حضور البيض في مائده الافطار خلال شهر رمضان ضروري بالنسبه للبعض، لكن استهلاكه يجب الا يتجاوز 4 بيضات في الاسبوع.